السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسلكم بطبع مانجا كينج دوم الفصل 683 684 685 ثلاث فصول على البطية. إن شاء الله في انطبع واحد. مرة أخرى أعتذر على تجمع الفصول ولكن ما باليد حيلة، لذلك خلونا ندخل على الصفحة الأولى من الفصل 683. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. طبعا الفصل السابق انتهى على رؤية الجنرال ريهاكوكو القائد الأيسر أو القائد الجناح الأيسر لجيش تشاو تحت قيادة الجنرال كوشو، رؤية لابن معلق في الشجرة وصرخته الغاضبة جدا. وقلت أنا في انطباع الحلقة اللي طافت أن هذا الشخص الغاضب أي أحد يقرب منه 5-10 بيقطعهم، وهذا اللي صار بالضبط مع أول اقتراب من الأعداء اللي هم أتباع رايدو. اقتربوا منه ضربة شكلة 3 بضربة واحدة على طول، وللأسف زي ما كنا متوقعين أنهم راح يغدرون فيه، 2 جاوا من وراء وطعنوه برماح في ظهره. وأتباع الجنرال جايين يفزعون ريحاكو سما، جاء على طول أتباع رايدو قال لن نسمح لكم بإنقاذه. نحن أخيرا وقعناه في الفخ في المصيدة بين 30-40 جندي من جنود رايدو، تبون تجون تنقذونا؟ لا بنوقفكم. فجاءوا هنا واعترضوا طريقهم وقفوهم، وكل أتباع ريحاكو سما ريحاكو سما يصرخون يبون يمرون يروحون ينقذون ولا في فايدة. وزي ما توقعنا برضو في البثوث انهم راح يطلقون عليه اسهم راح يضربونه من بعيد، فعلا صوب على الاسهم ارقد كجثة هامدة ويطلقون عليك الاسهم شك 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 شك. 7 اسهم انغرزت في جسمه من يد هذه الى يد هذه، وفي الصدر تقريبا 4 أو 5. واتباع البعيد يشوفون ريهاكو سابا وهو يطالع في جثة ولده كان. واتباع رايدو يقربوا منه كد ان نال منه، وينزل بالمطرد شنق. لا زال في داخله قهر وحقد مو طبيعي على ولده اللي مو بس قتل بل عذب ومثل به. والناس كلها واتباع رايدو كلها قاعد تقول لا زال قادر على التحرك، يعني انطعم سامين في ظهره ربعين في ظهره وسبع اسهم في صدره وفي بطنه، ومع ذلك راضي يوقف لا زال يكمل قتال. جه المشهد على رايدو وفي 2 من اتباعه، واحد اليمين يقول رايدو سان آن الأوان أن نهرب الآن، لازم نهرب الآن ولا بيتم محاصرتنا وبنقع في الفخ. واللي باليسار يقول شلون لا يزال على قيد الحياة وهو محاصر بكل هالعدد وقاعد ينجلد كل هالجلد ولا يزال على قيد الحياة ويقاتل. فجأة جي جندي من فوق التلة وقال راح يتسان علينا نهرب بسرعة، هنالك أعداد كبيرة من العدو تقترب قدر أحصيها ولكنها تقترب بسرعة، لازم نهرب ولا بيطبقون علينا. واتباع يقول هيا بنا ستتم محاصرتنا إذا تم أطبق علينا هنا، يلا يا رايدو خلنا نحاش. ويجيك الرد من رايدو بكل ثقة كلا لازم نقضي عليه، لازم نقتله الآن مهما كلف الأمر، موته راح يخلي الانتصار في هذه المعركة أسهل على أوكاشر على الزعيم على كانكي. أنا بسهل الانتصار على كانكي، انتصار كانكي مرة مرة صعب في الضربة الحالية، لازم أقتل قائد الجناح الأيسر. واللي وراه يقول له رايدوسان وهو قاعد يتسايف لهذه الدرجة فقدت أعصابك يا العجوز؟ يعني هذه الدرجة أنت مستجن وثاير بسبب إنك شفت ولدك، وجيب لك كذا ريهاكو غاضب يبكي كان كيف تشغل تفعل هذا بكان؟ ورايد يدخل وبكل قذارة وحقارة مع كامل الحب والاحترام لكانك جيشه، ولكن تصرفات قذرة وحقيرة جدا. وماذا ستفعل حيال ذلك يا العجوز؟ وينزل عليه بالمطرد وضربة كذا عند العين مؤلمة جدا جدا، كسرت الدرع اللي كان على راسه، كسرت أجزاء من الدرع اللي كان على كتفه ويمكن حتى على راسه، ولكن لم تقطع راسه، تسببت له بإصابة بليغة بس. ويلتفت ريهاكو بنظرة الغضب الشيطانية اللي في عيونه يقول له أنت رايدو قائد الجناح الأيمن اللي كان كريسة كذلك. وأتباع رايدو قاعد يتسأل هل هو خالد ولا سلفته ذا؟ شلون ما مات لحد الحين؟ كل الضرب وما مات. وريهاكو يوصع له كل حقير حاضر على رايدو، رايدو الكلب قاعد يرش على الجرح ملح كذا، تخيل من الوقاحة والوساخة. نعم هذا صحيح، لقد ظل ابنك ينتحب ويبكي ويتوسل إلينا، بل إنه بلل ملابسه، يعني تبول بثيابه من الخوف ويترجان يتمنى أن نحن نبكي على قيد الحياة. ويجيك ريهاكو ويضرب لا تسخر من ابني، يعني مكفي أنك قتلته وعذبته ومثلت فيه بعد تسخر منه. ضربة كذا المطرد حق رايدو صد الضربة بس طينق ضرب في راسه كذا، فسبب بنزيف في راسه من هنا، ولكن رايدو ما وقف ردها، نزل المطرد كذا شنق
وقص يد ريهاكو، اليد اللي اوريدي ممسك فيها بالمطرد، يعني ريهاكو يضرب بالمطرد باليد هذه، رايدو قص اليد هذه، ويرد ريهاكو يقول لن تجد راحتك في الموت البسيط، يعني ما راح ارتاح انك تموت موت بسيط، ابي تتعذب كذا يعني كأنه يقول. ورايدو يرد عليه الوداع يا أسرة من الحمقى، ويضرب بقوة ما عنده، ويجيك ريهاكو بيد الثاني اللي ما انقطعت ويمسك المطرد، بس مسكه متأخر جدا، جد المطرد اوريدي طعن الركبة دخل بس ما طير راسه، وكذا ماسك المطرد كذا يتكلم عن اسم ولده، واتباع كلهم ريهاكو سالا، واتباع رايدو هري رايدو سال لقد فعلتها، ويجي اتباعه ورايدو سال علينا المغادرة بسرعة، العدو يقترب منا، حسنا يا رجال لنهرب جميعا نخرج من هنا بسرعة، خلاص انفذنا المهمة قصينا راس قائد العدو، سنهرب مستخدمين أرنب النار، هذا الصفار اللي يضربون هذين اللي كل واحد منهم يهج في طريق وانجو بنفسه. فجأة رايدو يبي يسحب المطرد حقه، تشك تشك المطرد عالق، يد هذا تمسكت تصلبت وهي ممسكة بالمطرد حقه. فهنا رايدو يكلم واحد من أتباع اسمه رو، يقول رو اقطع يد اللي ماسكه المطردي هذه اقطعها، فصدم ماذا اشتبي؟ قال مو براضي يهد المطرد، انفجأ تابعه هل يزعل قيد الحياة؟ قال لا 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 ميت وميت بس قصة مبراضي هد تصلبت يده مبراضي هد هيا أسرع. حسنا زيد ما مدى رفع السيف بيقص لفجأة خمس رماح جات من وراء على ذا الرو وعلى المساعدين البقية كلهم شق 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 رماح انغرزت في ظهورهم من الخلف كلهم يتنظرون جم ماذا شو اللي قاعد يصير ويجيك فارس مدرع كذا ويطير رأس واحد من الجنود بالمطرد ومنطلق قاعد يمشي شيخ شين قاعد يقطع في رؤوس الجنود حق الرايدو ومنطلق باتجاه رايدو نفسه. رايدو انتبه للموقف انه جاي بيهجم عليه قال تشي ويهد المطرد اللي هو كان ماسكه ويسحب السيف حقه بس قبل حتى لا يطلعه هذا جوه غاضب بوم ضربه بالمطرد على سيف رايدو كسرت سيفه والغمد حقه واصابت رايدو في الجنب. اتباع رايدو يقول هذا سيء قوات معاديه ظهرت من العدم فجاه بسرعه اهربوا اهربوا هجوا كل واحد يهج رايدو سان قد يعني اصيب قد قتل ما يدري حتى الان. واحد من مساعدين القائد هذا اللي جو وضرب رايدو قاعد يقول لا تسمح لاي واحد منهم بالهرب. فاللي كانوا محاصرين بقيه الجنود اللي كانوا موقفين عشان يجون يسمعوا قائدهم هذا سيء لازم نهرب خلاص تقفلت الدنيا علينا يعني هج هج كل نفسي نفسي. واحد من اللي كانوا محاصرين قالوا هذا هو الأخ الأكبر ريوفو، يعني القائد هذا اللي اسمه ريهاكو كان عنده ولدين، الولد الصغير كان اللي يعتقل ومثل فيه وملزق في الشجرة، والولد الأكبر اللي كان يعلم كان على المطرد جابوه في ذكريات قبل كم حلقة اسمه ريوفو، بس كلهم جدوا ولكنه لم يصل في الوقت المناسب، بعده بدأ الولد يصرخ يعني مو بكافي اخوي صغير بعد حتى ابوي وجايبينه كذا فوق حصان يصرخ يصرخ من قمه قلبه من الغضب اللي هو فيه. وراك الكاتب ان اتباعه نزلوا رايدو في الارض وحاطينه قاعدين يربطون يدينا خلفه ويربطونه بالحبال يثبتونه كمعتقل حاليا خلاص. وينزل الريوف وهذا غاضب قف على قدميك هل انت قتل ابوي واخوي كلب كذا ما قال كلب يعني بس هو حط يده على عينه كذا يرصه كذا يقول طالعني عيني في عينك انت اللي قتلت ابوي واخوي. ورايدو يرد بكل برود رايدو بارد بارد بشكل طبيعي هذه المشاعر العاطفيه الجياشه الاسريه مره اخرى يعني توا قبل شو من ابوك وحين انت الاخ الاكبر. ويرد يعني بكل وقاحه يقول هذه المشاعر انا ما مريت بها طول حياتي فكل اللي تجنيه انت من انك تستعرض هذه المشاعر قدامي هو انزعاجي بس تجيبني منزعج من المشاعر ليش قاعد صارخ وتصيح وتبكي ومسوي هلمه يا لكم من اسره من الحمقى يعني انت وابوك وهم كلكم حمقى مكمل. فجي واحد من الجنود طلع خنجر وقال له اقتله يا ريوفو اقتله قص رقبته والولد يبكي كلا ساجعله يعاني اولا راح ناخذه معانا الى كوشو سما خيمة القائد بالمخرة. واحد يجد يقول لقد مرت فترة طويلة على استخدام تلك التقنية يعني أو نوع من أنواع التعذيب يعني واضح طبعا. واحد يرد يقول هذا الحقير يستحق اللي بيجي ويكمل الولد ويبكي ويناظر في رايد ويقول لا تظن أني بخليك تموت موتة سهلة وبسيطة أنا قصر قبتك وتموت ولا لازم تتعذب لازم تذوق الموت مرات ومرات بخليك تذوق العذاب صح يا قائد الجناح الأيمن رايدو. طبعا كان في كم واحد من أتباع رايدو اعتقلوا أيضا فتكلم هذا
ريوف وقال سنأخذ كل من أسرنا معنا وانتوا الباقي منكم يروح الطارد اللي هربوا منهم، لا تخلوا ولا أحد منهم هرب، يبقى طردوهم وقتلوهم في الغابة. حاضر سيدي. وجيبوا لك كذا المشهد على رايد ونفسه يقول تسه اللعنة، لقد أخفقت يا زعيم يا كاشرة يا كانكي، أنا أخفقت يعني أنا جبت الطاعة سمحت لهم يعتقلوني. تجي المشهد إلى الجناح الأيسر المعركة اللي على التلة، طبعا في مواجهة بين الجنرال ريشين وقائد الجناح الأيمن لدولة شاو أو لجيش كوشو غاكو حاكوكو. ورانا الكاتب صورة علوية كيف أن الجيش شين اللي يريد قاعد يصعد من الجنب تسلق شاشة سهل وبرضه بالخيول بدوا يسيطروا على الجهة اليسرى بالكامل من التل. الجهة اليسرى من التل امتلت من جنود شين ورفاق، لأن خلاص المنطقة الصيد اللي كانت خطرة جدا انفتحت، فالكل قام يرقى منها، مشاة خيول فرسان اللي تبي كل يوم. ووريك الكاتب كيف ان شين قاعد يذبح فيهم مقطعين، بس الاعداد مره غفيره، سوقن كذلك، كانتو كذلك، مهما اقتلوا يظهر لهم المزيد، يعني اعداد العدو اكبر من اعدادهم بشكل مضاعف. فجاب لك الكاتب كانتو يفكر في راسه يقول لقد تمكنا من الصعود تماما، يعني اخترقناهم خلاص، اخترقنا الجهه اليسرى بالكامل، ولكن مساله التقدم من اجل الوصول لمقر العدو هذا شيء ثاني مختلف عن انك تصعد. هل اخطانا في تقدير اعدادهم؟ يعني هل فعلا اعدادهم كبيره جدا حتى مع اختراقنا ما نقدر نوصل لمقر العدو مقر رئيسي؟ وجاب لك المشهد على دينو يعلق يقول اللعنه لازالوا يتدفقون من الخلف من منطقه الاشجار، هل ذي جنود اضافيه قاعده تجي من الجيش الاحتياطي؟ طبعا اكيد ان الجيش مو كله موجود على التلة، في جيش احتياطي خلف الغابة اللي فوق التلة يعني مريحين في خيامهم وكذا. انتقل المشهد إلى المقر الرئيسي لفرقة هاي شينتاي عند كاريوتن والملازم بانيون اللي مساعد أوه، ومساعد أوهن يقول أوه وصل لحالة جمود، يعني مو قاعدين يتقدمون، كانوا أول ما رقوا كانوا قاعدين يخترقون يتقدمون ماشيين بيصلوا المقر، الحين وصلوا لحالة جمود إنه مهما اقتلوا مو قاعدين يحرزون تقدم لأن العدو قاعد يرسل تعزيزات. فجاء المشهد عند كاريوتن وهي قاعدة تفكر كنت أتمنى أني أرسل وحدة كيوكاي للأعلى أيضا، ولكن مهمتها الأساسية كانت أن تسحب العدو بعيدا عن منطقة الصيد اللي باليسار ما يسمح لشين وفرقة المشاه بالصعود بسهولة، بس الحين بعدت واجد عن التلة فأنها ترجع تشك طريقة من جديد عشان تصعد شيء صعب ما هو بسهل. وتكمل كاريوتن تقول حاليا العدو له الأفضلية في العدد، أعدادنا قليلة ومهما حاولنا نخترق ونصيب يتفوقون علينا بالعداد فمو قادرين نحن نستقدم. فتكمل كاريوتا كلام تقول يا ليت نقدر نخترق التلة من الجناح الأيمن منطقة الصيد اليمنى ونصعد عشان نهاجم عليهم من جهتين مما يخلي جيشهم مشتت بدل ما يصير كل دفاعاتهم على الجهة اليسرى حقتنا طبعا واليمنى لجيش تشا. فهنا بانيو ولعت لمبة فرصة قال آه لا نستطيع تطبيق عليهم كماشة. فالأتباع يقول أوه ملازم بانيو. كاريوتا تقول كماشة نطبق عليهم كماشة في التلة شلون؟ قاعد تسأله شلون انت تفكر ان احنا نهجم عليهم من الجيل وشلون نطبق عليهم كماش؟ اشرح لي. فجأة وقبل لا تكمل كلامها كان يجيب لك التلة من بعيد هجوم شين من الجهة اليسرى، فجأة ظهر هجوم وغبار من الجهة اليمنى، فالناس طالع يقول اوه غبار متصاعد من الجهة اليمنى وشو ذا الشيء منين جاء؟ فباني بدا يشرح يقول كنا مخططين لهذه المناورة من قبل عدة ايام، كنا مخططين ان احنا نطبق عليهم هجوم الكماشة في هذا اليوم لو ان احنا نجحنا في الصعود من الجهة اليسرى، واحنا كلفنا فصيلة كاملة وكتيبة كاملة من الجيش بالمهمة هذه انهم يهجمون من الجهة اليمنى. فردت كيريتر كتيبة منفصلة، ويرد بانيو نعم، وفجأة يطلع الضحكة الاسطورية جي 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 اكاكين شخ شخ شخ. اكاكين هو من هجم من الجهة اليمنى يا رجال. فبدأ جيش تشاو طبعا اليمنى بالنسبة لجيش تشين اليسرى بالنسبة لجيش تشاو، فجيش تشاو جنود يقول نحن تعرض للهجوم من الجهة اليسرى شلون بينجاو ذيني. وعلى كده طبعا انتهى الفصل 683 وراح نطول ندخل على طول على 684. بداية الفصل الكاتب على طول رجع للفلاش باك ورانا مشهد قبل 3 أيام، أوهن مع بانيو ومعهم أكيكي مجتمعين على طاولة النقاشات العسكرية، وبانيو يقول كتيبة منفصلة، فيرد أوهن نعم، وعلى طول أكاكين فهم الخطة قال
تبي تطبق عليهم الكماشة من الجهة اليمنى ويرد أوهن سنوتوري بالضبط. فبدأ هنا أكاكين يحلل يقول مثير انترستي، بس التضاريس اللي موجودة هنا على الجهة اليمنى تجعل الأمر شبه مستحيل، لهذا لازم يكون عندنا موطأ قدم، يعني نصعد زي ما شفنا عن فرقة المشاشون صعدوا وسووا موطأ قدم بصعوبة جدا جدا على الجهة اليسرى، وهو يحتاج شيء أصعب على الجهة اليمنى بسبب التضاريس اللي موجودة. ويكمل أكاكين كلام يقول إذا فعلا بننفذ الشيء ترى الموضوع بيتطلب مني 3 أيام عشان أصعد هنا. فيرد بانيو 3 أيام، وأوهن بكل برود، أوهن أكاكين على مستوى ثاني، بانيو متخلف جدا في التفكير والمستوى العبقري والاستراتيجيات. أوهن يرد يقول إيه أنا أظن أرى ذلك، يعني شوف إنه تحتاجوا 3 أيام عشان تصعدون على الأقل. ويرد أكاكين بكل حسن سنلتقي بعد 3 أيام يا سيد الشاب. بارد بارد بشكل مو طبيعي بارد. ويرد أوهن بكل غرور عن جهة كالعادة، نعم بس خليني أنتظرك أنا هناك، يعني لما أصعد أنا باليسار أهجم على طول، أنت من اليمين لا تتأخر علي توهقني. ويرد جي 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 أنت أيضا كذلك، يعني أنا صعدت من اليمين لا تتأخر، أنت صعد من اليسار على طول. طبعا كلنا نعرف أن اليسار عكس تماما، أوهن لم يستطع الصعود من اليسار بل مسحت فرقته بالكامل، بس الكاتب يورينا حين شو اللي صار قبل 3 أيام. تلقى المشهد لفرقة أو كتيبة أكاكين المنفصلة وهم يسألون أكاكين، يعني لو صعدنا التضاريس والجبل الوعر ذا كله سنكون على الميمنة من جيش العدو، بنوصل على جهة العدو من اليمين، ميمنة طبعا بالنسبة للتشين الميسرة بالنسبة للتشار. ويرد أكاكين بكل برود نعم. فيرد الجندي يقول بس ترى احنا شفنا طرق أقل وعورة من هذا الطريق واحنا جايين، يعني وصلنا للمكان. قال العدو مو بغبي، الطريق اللي اقل وعوره هذا اللي سهل جدا الصعود فيه بيكون مليان من جنود سكاوت، جنود اللي يراقبون ويتابعون المكان، اول ما نصعد بيروحون يبلغون وبيهجمون علينا، ما في فايده نخسر عامل مفاجئ، فهجومنا ما راح يكون فعلا هجوم مباغت الا اذا سلكنا هذا الطريق. فيرد جندي ثاني يقول ولكن الطريق هذا وعر جدا، تضاريس صعبه جدا، مستحيل على الخيول ان تصعد من هالمكان. وأكاكين جي 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 ولكن لابد علينا إذا نبي فعلا نزعزع مقر العدو ونخليهم خايفين ومتوترين نهجم بجنود فرسان، ما ينفع نهجم بجنود مشاة، ما ينفع نصعد كمشاة ونهجم، لا نبي خيولنا فوق التلة. ويرد بكل برود لهذا السبب أنا جبت معي خيول زيادة تحسب لأني حاس وحامل حساب إن في بعض الخيول بتموت بسبب التضاريس هذه لن تستطيع الصعود، وتمر لك 3-4-5 صفحات من الصعود وكيف ان الجنود صعوبة في الصعود وكيف الخيول مرة خايفة وكيف يرقون الخيول يدفون اهداف وكيف بعض الخيول تسقط وبعض الجنود تسقط وتكسر قابة وتكسر جولها والخيول تكسر جولها، مناظر مرة مقرفة جدا. وأكاكين قاعد ياخذ تفاح وقاعد ياكل ومروق ولا حتى الجنود قاعدين يصرخون نحتاج مساعدة تكون هو مبرد مو قاعد يساعد قاعد ياكل تفاح احر ما عندهم ابرد ما عنده. يوم صعدوا اول مره قال المساعد حقه، يعني هو رمى تفاح المساعد حقه وقاعد يقول له استطعنا من يعني رفع كل الخيول ولكن فقدنا 9 خيول، يعني طاحت انكسرت ماتت وكذا من القبيل، وريدي حل المساء يعني ما امدانا نوصل وقت الصبحيه. قال ادري ولهذا السبب انا من البدايه قلت ان بنتطلب 3 أيام عشان نصعد، عارف مدى صعوبه الموقف صعوبة المهمة اللي هو قاعد يستلمها وينفذها. نفس الشيء ثاني يوم وريك كيف انهم يربطون الخيول بحبال 4-5 حبال عشان يرفعونه 5 رجال ويهدون الخيول اهدى وخيلته كذا وتطيح يفقدون الحبال وتطيح وتموت، ويصعدون يرقون ويجيبوا لكم في الليل نايمين. هذا اليوم الثاني جاء اليوم الثاني جاب لنا اكاكي منبطح نايم ومبتسم، يعني الرجال مجنون بكل ما تعني الكلمة مجنون، إذا حط رأسه على مهمة ينفذها لازم ينفذها. فجأة وهم يصعدون قالوا أوكي لقد وصلنا هذا المكان، هذا المكان اللي يعني الجهة اليمنى أو بالنسبة للتشاو اليسرى، الجهة اليسرى لجيش تشاو وصلوا لها. بعدين على طول أكاكين عطاهم أمر التوقف، وجاء الجندي حقه قال هذا هم أشوفهم قدامنا على بعد خطوات، يعني أي لحظة نقدر نهجم ونفاجئهم. وهم قاعدين يرقبون وبصمت، الكل قاعد يفكر في رأسه، على الأغلب أكاكين نفسه أو المساعد ما ندري من اللي قاعد يتكلم يقول وصلنا ولكن للأسف قواتنا الرئيسية قوات فرقة البيوكو هو فرقة أوهن مسحت بالكامل، ويبدو أن جيشنا الرئيسي فشل في احتلال موطأ قدم على الجهة اليسرى. الاتفاق كان أن أوهن يصعد الجهة اليسرى نفس مصاعد شين حاليا وبعدها يهجم أكاكين من الجهة اليمنى بالنسبة لجيش تشين طبعا، وقاعد يتكلم ذاك ويعلق لأنه واضح أن فقاعة التفكير حقت أكاكين ساكت.
او انه يتكلم بصوت هادي جدا قاعد يقول، ولكن لا نستطيع تحديد موقع السيد الشاب، يعني ممكن حتى اشوف وين اوهم فيه من كثر الضحايا والقتل الموجودين في الساحه. في الفريم اللي بعده وضع انهم قاعدين يتكلمون بهدوء جدا، يعني ويسبرين كانهم يتهامسون. يقول لقد تم هذا المساعد حقك، يقول لقد تم احباط خطه الكتيبه المنفصله تمام، شو نسوي الحين؟ طيب العدو قدامنا بس ما في فائده من هجومنا عليه، هم هجوم انتحارية بنقتل بدون فائدة، ولا فائدة من بقائنا هنا مختبئين للأبد، متى بنتم مختبئين هنا والعدو قدامنا وجيشنا ممسوح؟ احنا اوريدي ضعنا 3 أيام عشان نصعد، المفروض ان نبدا نشق طريق عشان ننزل نقدر ننقذ اللي نقدر ننقذهم تحت. هاكاكين ساكت، والمساعد هاكاكين سما رد علي قال اسكت تمهل، في شيء قاعد يحدث في الافق من بعيد انا قاعد اشوفه. قال ها؟ وبعدها هاكاكين يضحك جي جي جي، انها وحده هايشنتاي جيشين وصل. وكذا انتهى الفلاش باك، يعني ورانا الكاتب ليش اكاكين ما نزل ساعد اوهن، انه شاف وصول جيش فرقه شين، فما فايده من نزولي، لازم ابقى في مكاني عشان احافظ على الافضليه. رجعنا للوقت الحاضر، انتهى الفلاش باك، وبايو قاعد يتكلم يقول اكاكين لابد انه قدر يصل الى القمه، قمه التل في الجهه اليمنى، وكان ينتظر طول الوقت فرقه هايشنتاي تصعد تتسلق عشان يهاجم او ذلك الوغد تم في مكان، رغم انه شاف فرقات تمسح وشاف اول على وشك يموت. كاريوتي بدها تتذكر، قامت تقول اكاكين هل هو ذاك الضابط بعيون مرعبه، ذاك العيون تحدق كذا. فتكمل كاريوتي تقول بس ترى بالنسبه لي بقاءه مختبئ رغم انه شاف اول على حافه الموت لا يعني انه غير كفؤ وليس اهلا للثقه، بل على العكس أشوف أنه عبقري وعنده إلمام بالهجوم التكتيكي العميق، عنده إلمام عميق بالهجوم التكتيكي، كيف تهجم تكتيكيا وكيف تضرب تكتيكيا. ولا عجب، هذا كان ملازم في جيش أوزن، طبيعي أنه يكون بهذا المستوى. وفعلا بدأ يدخل شغل الجنود اللي على ميسرة تلة بالنسبة لجيش تشاو، رح يتعرض للهجوم تشاو، قاعد يقطع فيهم ورجاله لأنهم ذي جنود مشاة قاعدين على التلة، وجايب الخيول حقته قاعد يخترق اختراق مو طبيعي. وبدا هنا اكاكين يقول اقتلوهم، بالذات الجنود اللي موجودين على اليسار في قمه الجرف، لانه مو ماخذين تشكيله دفاعيه او تشكيله معينه، هم مصفين على الجرف عشان يرمون اسهم، هذيلي سهل قتلهم، قتلوهم ودخلوا عليهم لطفوهم سريع سريع. تقل المشهد الى مقر قياده جاكو هاكوكو، تقرير جانا هجوم من اليسار، ماذا؟ هل استطاعوا الصعود من منطقه الصيد هذه اللي في اليسار؟ قال لا، هم فجاه ظهروا من منطقه الجبال اللي ملتصقة بالتلة على يسارنا، ظهروا فجأة ما أدري يطلعوا. ويسأل جندي كم عددهم، يقول ما لا أدري مجهول، فجأة جموا وما نعرف كم عددهم بالضبط. نائب الملازم يقول هل هذه كتيبة منفصلة من فرقة الجوكو هو من قبل كم يوم، يعني بدأ يحللها، كان هدفهم أن يطبقون كماشة على مقرنا من زمانه في هذا اليوم يعني. وفي مخه قاعد يقول إذا كان الأمر فعلا كذلك هذه مشكلة، احنا طلعنا في مشكلة عويصة الحين، تراهم مش لغمة سائقة، احنا مش لغمة سائقة، لا تخلونهم يهجمون علينا بكل سهولة، أرسل المزيد من قواتنا اللي موجودة في الخلف وهنا في المقر الى اليسار، خلنا توقفهم، لا تسمح لهم انهم يبلغون مقر القياده هذا ويطبقون علينا كماشه من اليمين واليسار. بدات هنا كانت تقول اوه قوات الميسره الجيش تشو بدات بالتحرك، طبعا تصير يمين بالنسبه لكاريوتا، تشوفها يمين بس هم يسار بالنسبه لتشو، لان زي ما قلنا جهتين متقابلين لا تصل النقطه. يبدو ان جناحهم الايسر بالكامل صار هدفه الوحيد حاليا القضاء على هذه الكتيبة المنفصلة. أتباع أكاكين جيش العدو اليسار كله قاعد يحجم علينا، عددهم مرة كبير، لن نستطيع قتالهم، بتم محاصرتنا، شو نسوي؟ وهنا أكاكين بكل قرود يقول لحسن حظنا إن احنا جبنا معنا خيول، الحقوني، وينطلق يمين. فهو كان فوق التلة، انطلق يمين تجاه الغابة، إنه كان يهجم على الجنود اللي موجودين على أقصى الجرف، بس فجأة لف يمين وراح للغابة، فبدأ الكاتب أو المحرر يكتب الكلام. بدا هنا الكاتب اللي وراه يكتب الكلام يقول اكاكين اتخذ قرار عبقري او مجهول في ذا اللحظه، انه يلتف ويدخل للغابات الموجوده خلف المقر الرئيسي، وبسبب سرعه الخيول حقته استطاع الهرب من جنود المشاه اللي كانوا بيحصرونه وبيطبقون عليه. المساعد واحد من المساعدين كاريوت يقول هل اختفوا؟ وتقول كاريوت العبقري مجنون الولد عبقري، يعني كقوه تكتيكيه هي تعرف شو اللي هو سوى لها. لقد ذهب الى الغابات خلف العدو، وبالي معصب يقول الحمار نحاش قبل حتى لا يتقاتل معاهم. وكاريوت تشرح له لا هذه خطه عبقريه، ايش دراك انت؟ وبعد ما تلك الكتيبه تمكنت من سحق يعني عدد كبير من جيش العدو في اليسار، ميسرة جيش تشاو لا تستطيع الاغفال او تجاهل هذه الكتيبة اللي موجودة فوق، وطالما ان الكتيبة موجودة اختبأت في الغابات يعني هربت الغابات، الجناح الايسر كله ما راح يقدر يصب اهتمامه على هجوم
شين اللي جاي من الجهة اليمنى بيتمون مركزين على هذا العدو اللي اختبى في الغابة وراهم في الجهة اليسرى. وفي هذه الحالة بسبب نقص القوات اللي كانت المفروض تدعم الجهة اليمنى للتشاو اليسرى بالنسبة لتشين، ما أن كل القوات اللي كانت في الميسرة ميسرة تشاو تدعم اليمين انسحبت الحين وصارت تركز على اليسار جهتهم اللي جاها الهجوم هذه، يتمكن شين من اختراق العدو ويصنع زخم مومنتم كذا انه يخترق بشكل اقوى واسرع لان الكثافه العدديه قلت. جه المشهد عند كيوراي اللي راكبه على السيف مع داريو اذا ماني غلطان هذا كان اسمه، بتقول شو السالفه ما الخطف ليش بدينا نسرع؟ قال كنا بدينا نخترق بشكل اسرع. قال اي نعم سماكه خطوطهم اللي كانت مره قويه ومتماسكه بدات تضعف فجاه واختراقنا صار اسرع واسهل. وتقولي انت على حق في شيء قاعد يصير في الجهه المقابله للعدو مما سهل علينا الاختراق. داريو هنا يقول كل اللي يبدو لي أنا لا احنا قواتنا بالاختراق اكثر. قلت لا شوف اعدادهم بدأت تقل، فقاموا اللي كانوا يصبون اعداد كبيره جهتنا صارت تروح ذيك الجهه فصار نطمي خلاص احنا قاعدين نخترق اكثر خلاص. ونرجع مشهد عند كريوتن، كريوتن القائد بدا يخترق ويصنع زخم ومنتم اعلى وتقول ممتاز. باني قاعد تقول قاعدين يقربون من مقر جيش العدو، هيا هيا. كريوتن تقول قائد العدو استراتيجي طبعا تتكلم على الاغلب ارتكب خطا فادح من حط مقره في مقدمه التله كذا واضح. الحين اكاكي موجود في الغابه وراه فما يقدر يعلن انسحاب، لقرر انه ينزل من التله وينزل من الجرف تحت بتقبل فرقه كيوكاي محاصرته، ولو حاول يروح يمين شين جايه بيضربه. تضاريس تله اي كيو اللي كانت مصالحهم انقلبت عليهم صارت ضدهم حاليا، صاروا محاصرين فوق التلة. وبهذه الطريقة وفي غمضة عين انقلبت الأمور، هيئه القائد أوصل لمقر العدو واقضي على القائد حقهم وكذا نكون انتصرنا. فجأة جاءوا جنود مشاة كثر ووقفوا القائد، اللعنة تم إيقاف القائد مجددا. كلهم يتكالبون على شين، يجون 10 15 20 واحد يجيبون على شين يحاولون يوقفون قوة الزخم وقوة الاختراق حقته. اللعنة لقد تم إيقاف القائد، لازم نقضي على الجنود عشان نسمح للقائد انه ينطلق زيادة من جديد ونصل بسرعة على مقر العدو. هؤلاء المشاة هم آخر قوات تبقت أمامنا قبل أن نصل إلى مقر العدو. فجأة جنود تشاو يسمعون من خلفهم تنحوا جانبا، والجنرال غاكو هاكوكو جاي وشايل معاه الهراوة الحديدية حقته بيضرب، وعلى كذا ينتهي الفصل. وعلى كذا ينتهي الفصل 684 وندخل مباشرة على الفصل الأخير اللي نزل 685. بدأ الفصل بالملازم حق داكو هاكو يقول جميعهم في ورطة حقيقية الآن، وكيف أن جنود تشاو كلهم مؤخرة وجنود دولة تشن فرقة هاي شينتاي الذين ينظرون اللي واقف من بعيد مسوي كذا، وفجأة وفي لمحة بصر صار قدامهم موجة هواء عالية مع حديدة هراوة حديدية ضخمة كذا بوم، ما تشوف إلا رؤوس خيول تتطاير، أجساد، أيادي، رجول، كل شيء أشلاء تتنثر في كل مكان. فجأة داريو وكيوراي اللي كانت راكبة على الخيل وراء تقول احترزوا في شيء ما قادم. يقول لها داريو شيء ما أشوف خيول قاعدة تطير جهتي جاية علي. وعلى الرغم من أن كيوراي قفزت من فوق الخيل حقته وحاولت أن تسوي الرقصة وتقول حق ذا الحقيرة أيها اللعين، فجأة شافت خيل عملاق لأنه قاعد نص الساحة يفتر كذا كذا يدور ويضرب وخيولهم تتطاير في كل مكان، وهي مع الخيلة طاحوا من فوق الجرف من فوق التلة على طول طاحن تحت. وهي تصرخ في هذا داريو احذروا انه يستخدم فن قتاليا غريبا، يعني اول مرة تشوف فن القتال اللي قاعد يستخدم هذا سلاح حق الهراوة الحديدية السرعة والقوة الجبارة اللي قاعد يستخدمها، شيء في شيء مو طبيعي في غاكو هاكوكو. داري ذي ينظر من فوق التل راي ويطايحة راي بعيد. فجأة جاب لك المشهد عند المشاة اللي موجودين خلف الفرسان، شو الفرسان فجأة فقدوا الزخم حقهم وسرعة التقدم، شو فيهم فجأة بطعوا، احنا خلاص على وشك نوصل مقر العدو ليش تبطئون، كملوا سرعتكم كملوا خلينا نطبق على قائد مقر العدو. فجأة شين وصل عند المقدمة عند الفرسان يقول ما الخطب يا رجال، لقد وصلت لحقت بكم أخيرا، ما ندري في عدو جديد ظهر قوي وسريع رغم ضخامته. فجأة الجندي يقول اللعنة وين اختفى، هذا دليل على سرعته، يقول توه قدام رغم ضخامته لأنه اختفى وهذه سرعته في التحرك. فجأة شين بغريزة التفت وشافه قاعد يمشي، طبعا هذا أول جنرال بينهم بلا إذا من غلطان، هذا أول جنرال يهجم على جيش وهو يمشي على قدميه، طبعا باستثناء هوكن، هوكن فعلا كان يهجم على يجي على رجوله صح نسيت هوكن، بس هوكن كان بوشن يعني كان محارب ما كان فعليا
جنرال. هذا جاء لنا جنرال، قدموا لنا عنا جنرال. انا اشوف الجنرال جندي مشاة صراحه، ما يعني جنرال مشاة، ما هو جنرال فارس يركب على خيله، يا يعني انه ما في خيله تشيله من ضخامته، يا يعني انه فعلا كان من المشاة وترقى ترقى ترقى لما صار جنرال دون ان يركب خيل، او ان فن القتال السريع هذه تطلب منه يمشي على الجوله مثل هوكي مثلا. ما ندري شين بغريزه انتبه ايش قاعد تسوون هذا، وهنا بينكم وصل دخل بيننا، وفعلا لو تعمد يتسلل ويدخل ما بين الجنود الفرسان عشان يقدر يفتر ويضرب دون ان يضرب واحد من اتباع من جيش تشاو، لا كل حول يمين يساره جنود دوله تشين، وفعلا يرفع على رو بوم بوم بدا يضرب وجلد فيهم خيولهم واجسادهم تتطاير في كل مكان. حتى شين نفسه للاسف سقط من على خيلته وبالكاد توازن ورجع وقف من جديد، توه واقف جاب لك الكاتب الزاويه كذا التصوير من تحت كيف ان شين ما يوصل حتى عند ركبه الرجال، طبعا فعليا هو لا يصل الى بطنه او صدره تقريبا لو وقف كامل ولو زاويه التصوير متساويه، بس هذه حركه استعراضيه من الكاتب يعطيك زاويه التصوير من تحت عشان يوريك مدى ضخامه هذا الوحش الهائج الجنرال اودي او جاكو هاكو. فيبدا يتكلم هذا الجنرال يقول وصولكم الى هنا جدير بالثناء يا فرقه هجده، يعني انكم قدرتوا تصعدون وتقربون لمقر جيشي، هذا بحد ذاته يستحق الثناء. انا الجنرال جاكو هاكو احد الثلاثاء السعداء اللي يخدمون تحت رايه الجنرال كوشو، طبعا واحد منهم للاسف ريو هاكو نقص على يد رايدو، وحاليا هذا موجود في الساحه قدام شين، ان شاء الله راح ينقص على يدين، هو قائد الجناح الايمن لجيش كوشو، ذاك قائد الجناح الايسر لجيش كوشو، يبقى اللي في السنتر لحد الحين ما ظهر، اظهروا لنا شكله بس ما شفناه يتكلم ويتناقش وكذا. بدا شين يتكلم يقول كنت متوقع انك ستذلوذ بالفرار يوم احنا حصرنا مقرك، ولكن انت سهلت علي المهمه وجيت بنفسك لعندي، شكرا يعني الحين اقدر اقصك ورا خلص، انا كنت قاعد اخترق اشق الطريق عشان اوصل لك انت جيت. فيرد هذا يقول اهرب انا؟ مستحيل اهرب بعد ان حصلتني الفرصه المثاليه اخيرا، لطالما يداي كانت تتوق لي تحطيم راس جنرال احمق وغبي للعدو يتصرف بحماقه مثلك انت. فجاه الاتباع شين يقولوا ماذا تحسب نفسك؟ شوي اللي ظهروا الجنود الخاصين بجاكو هاكو الفرسان المميزين الخاصين فيه كلهم لابسين دروع مميزه، على صدر الدرع علامه مرسيدس. واحد من الشباب والله ارسلها لي، ما ادري واحد ما ادري محمد، انا قلت والله العظيم اللي شفته بتضحك، علامه مرسيدس على صدر يعني الجيش هذا يمثل السيارات الالمانيه اودي ومرسيدس. فبدا هنا يتكلم طبعا الجنرال اودي يقول من يوم تم وضع الجنرال كوشو حارس للمنطقه الوسطى صرنا يعني في كانتر وخلف اسوارها، احنا انحبسنا داخل الاسوار هذه وانتم قاعدين في حروبكم تغزون يمين يسار ومعشر الحمقى، انا طول الوقت كنت قاعد خلف الاسوار ادرس واتدرب على فنون قتاليه. ففعلا واضح انه قاعد يستخدم فن قتالي جديد اول مره يظهر، وهذا ايضا ينطبق على فرقه الخاصه، فرقه السينكيو الخاصه بينا هذا اللي كلهم يستخدمون الرماح. الاتباع يقول ما هذه الهاله اللي تظهر منهم، شكلهم اقوياء فعلا. شين يقول لهم، يقول الاتباع توخى الحذر منهم تراهم مو بخصم عاديين. فجاه جاء اتباع شين الاقوياء اللي هم قاده فرقه الجنرال دوق هيو سابقا، يكمل كلام الجنرال اودي يقول قد يبدو الامر معقدا وما الى ذلك، ولكن الوضع في غايه البساطه كما تدين وتدان، يعني انتم ضربتونا وجلدتونا الحين جل وقت ان احنا نضربكم لنجلدكم، انتهى الموضوع بكل بساطه. ويكمل كلامه ويده بدات ترص على الحديد وتطلع العضلات العروق في يده، يقول بمعنى اخر مثل ما انتم صرتوا عنيفين معانا ستلقون العنف الان عم عنفكم انا. شين معصب يقول انت تجيد الثرثره يا راس الكيكه انت. والله المفروض يسميه راس الاودي بس ذاك الوقت ما كانت عندهم اودي ما بعد. واحد من اتباع شين يحمسه يقول له ستنتهي المعركه لو انتصرت على هذا العدو يا شين، يعني اقضي على القائد وانتصر. فيرد شين يقول نعم لنصف الحساب هنا والان يلا بين تصفيه الحسابات. فيرد هذا الحقير الجنودي بالفعل هذه ساعه الحساب، جاتكم يا فرقه هاشي تدفعون الحساب على كل العنف اللي سويتوه قبل، اقتلوهم جميعا اتبعوا شين. ويلا جنرال مع فرقته الخاصه، شين مع فرقته الخاصه اللي هم اقوى مقاتلينه الصدام. تقل المشهد الى مقر جيش كوشو المقر الرئيسي، وصل ريوفو ابن الجنرال الراحل ريهاكوكو ووصل عند المقر وجايبين رايدو مربط ومحطوط داخل خيمه، هذا فقط وجه لي انا كنت اتوقع انه بينتظرون رايدو قبل لا يوصل، لكن للاسف وصل عند الجنرال. ظهر كوشو معاه اتباعه مسكين ناس كذا لابسين قبعات وعندهم سكاكين حق تعذيبهم طبيعيين،
آسف جعلتكم تنتظرون، وتجيك نظرة على عين كوش وكذا حاقدة، ونظرة على عين رودي وكذا حاقدة برضو، وينتهي الفصل على كذا. ما ندري شنو التعذيب والعذاب اللي راح يتلقى رايدو في هذه الخيمة، راح يذوق من الكأس اللي هو ذوقها للناس كثير. طبعا ودي والله أكمل، ودي أشرح توقعاته كذا بالصوت راح، وبنتكلم فيها في ثلاثة الأثنين إن شاء الله الأسبوع القادم. فإلى كذا نوصل لنهاية هذا الانطباع للثلاث فصول اللي طافت. أتمنى أن رضاكم في الختام. قولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط على زر الإعجاب والشير، وأشوفكم على خير. We'll be right back.